الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر السعادة. حلقتنا النهاردة كلها مواهب جميلة، مواهب حلوة قوي ومسرح. هيكون معنا المخرج المسرحي محمود جمعة الشهير بمانو. أهلا بك يا محمود. أهلا بك يا أستاذة. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. منورنا برنامج سر السعادة. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. في البداية كده عايزاك تعرفنا ازاي بدأت في المسرح، عرفنا على نفسك وعرفنا بدأت ازاي في المسرح. أنا اسمي محمود جمعة، ابتديت مؤلف الأول من حوالي 3 سنين. ابتديت أكتب أغاني الأول وقصص، وبعدين كتبت نصوص مسرحية وابتديت أتعلم إخراج، وده كان بدايتي يعني في المسرح. بس يعني الأول ألفت وبعد كده بدأت ابتديت الأول كمؤلف. أيوه. وبعد كده بقى إخراج، تخصصت في الإخراج. تخصصت في الإخراج المسرحي. تمام. احنا معانا النهارده مجموعه من المواهب، بس قبليها في فيديو هنشوفه تضامنا مع فلسطين. أيوه. وهنرجع تاني. الفيديو الجميل ده، هو الفيديو والله كان مكتوب في المسرحية من قبل ما اي حاجة تحصل. موجود في المسرحية. الاستعراض وفكرة المسرحية واحداثها كلها كان متحضر لها من بدري قوي، من قبل ما يحصل اي حاجة. والله هي جت معانا صدفة بجد والله. يعني في ناس كتير ما كانتش مصدقة الموضوع لحد ما شافوا تواريخ الاوراق والتصاريح اللي اتعملت للمسرحية من بدري، من قبل ما يحصل اي حاجة في ما شاء الله. جميل في فلسطين يعني. والحمد لله يعني قدرنا نقدم الموضوع بشكل لذيذ يعني، عجب الناس. جميل قوي. طيب عرفنا بقى بالفرقه عندك. تمام. عرفنا بيهم وهنكلم كل واحد. شيماء ومنى. منى. وعمر. محمود وزياد. اهلا بيكم، نورتونا. شيماء اتفضلي. ازيك؟ الحمد لله تمام. عرفي الناس اسمك وسنك الاول. اسمي شيماء طارق. سني 33. عملتي كم مسرحية؟ عملت مسرحيتين مع فريق انتيكا. كان اول دور قمت بيه كان كوميدي في مسرحية عودة سوسكا. في الحي الشعبي كانت الكاركتر كانت مزاجية. شخصية مزاجية. الدور الثاني كان يعني كده في حياتي بالظبط كده. الكاركتر الثاني كان دراما، كنت ام لخمس اطفال كلهم بنات. فطبعا جوزي بيتخلى عني انا وبناتي في سبيل ان هو يجيب الولد اللي نفسه فيه. ده في مسرحيه اخر كارت في الكوتشينا. تمام. ايه رايك بقى، ويعني قولي لي حابه يتغير ده ويتم تطويره في الفن من وجهه نظرك؟ يعني حابه تغيري، حابه ايه اللي يتغير؟ والله انا اللي نفسي اشوفه يعني في الفن حقيقي ان يكون في مجال اكبر للمحجبات انه في الفن، يعني هم يشقوا طريقهم في التمثيل وبياخدوا فرصتهم ان هم يكونوا احسن يعني ويكتشف مواهبهم. بس ده بجد احسن حاجه ان انا لقيتها مع مستر مانو، ان هو مش حاطط علينا قيود التمثيل بدون حجاب. وطبعا دي اكتر حاجه حبيتها في الفريق. يعني بحجاب او بدون حجاب مش مفيش قيود. تمام. منى قولي لي اسمك وسنك الاول. اسمي منى محمود، عندي 19 سنه. اقربي المايك شويه. منى محمود. منى محمود 19 سنه. حسيتي بايه اول مره شاركتي في مسرحيه في الفريق؟ هو كان في رهبه في البدايه. بس لما طلعت على الخشبه وسمعت سكس الجمهور بعد اول كيو تاني كيو حسيت ان انا بعمل حاجه انا بحبها والناس كمان حبتني فيها. بس كانت حاجه كويسه طبعا، وكنت متدربه عليها في الورشه مع استاذ ماما. قولي لي بقى، المسرح وقت البروفات والوقت المتاخر والوقت كده ما اثرش عليكي في حياتك العمليه؟ لا ما فيش تاثر. منظمه حياتك والدنيا.
منظمها طبعا عشان انا بعمل حاجه انا بحبها، وكنت بقدر افصل ما بين الدراسه وما بين هوايتي. انتي بتدرسي مش كده؟ فالحمد لله يعني قدرت اعمل كده. عمر، عرفنا عمر باسمك وسنك. اسمي عمر ياسر، عندي 18 سنه. تمام، بتدرس؟ بدرس. طيب قولي بقى، ايه اخر دور عملته مع امسك؟ اخر دور عملت مسرحيه عبده السوسكه بتاليف محمد حمدي واخراج مستر مونو. كنت عامل كاركتر الشاب الشعبي اللي بيتعاطى مخدرات اثناء فتره علاجه وازاي اتعافى منها. تمام. ايه رايك من الشغل مع استاذ مونو؟ هو استاذ مونو في حكايه الشغل فبيراعي ضميره جدا، وشغله بسم الله ما شاء الله متفوق جدا في شغله في بدايه عمله معانا، فبسم الله ما شاء الله يعني مخرج كويس جدا. تمام. محمود، محمود عندك كم سنه؟ محمود حسين، عندي 18 سنه. شاركت في كم مسرحيه مع الفرقه؟ شاركت في 4 عروض، كان بين دراما وكوميدي، وكان في منهم ادوار صعبه عليا لكن استاذ مونو اشتغل معايا فيها وانا قدرت ان اقدمهم بشكل كويس. وبس، وان انا في بدايتي في لما دخلت التمثيل في حاجات كتير ما كنتش اعرفها، لكن مع مستر مونو علمني وعرفت حاجات كتير وكنت بقدمها بشكل جميل. طيب قول لي بقى، ايه اكتر عمل عملته قريب لقلبك؟ اكتر دور عملته قريب لقلبي هو في الاعمال اللي انت عملتها مع استاذ مون. كان دور قدمته في مسرحيه من العمده، كنت صاحب كويس، كان بطل المسرحيه كان ظالم، وانا كنت رافض ان هو يظلم لان هو كان مستغل نفوذ ابوه والعموديه، وانا رفضت انه يظلم مراته ويتجوز عليها، وان انا حاولت وما يأسش وفضلت انصحه مره واثنين وثلاثه، وان اي حد في حياتنا لازم ننصحوه برضو في حاجات ممكن تغير جوانا بالكلام مش بالعنف، وحاولت ان انصف الخير على الشر، وكانت ناس كتير قوي في من المسرحيه كانوا ان هم موافقين ان هو يعمل الغلط، بس انا كنت برضو بحاول ان انا انصحهم وما كنتش حابب الظلم. بما انك اشتغلت بقى مع استاذ مونو كذا يعني عمل، قول لي ايه اخباره في المسرح ايه؟ لا والله هو مستر مونو شخص كويس ويعاملنا بصراحه والله العظيم ممكن كاخواته صغيرين، ومفيش حاجه اللي هو بيبخل علينا، بيعرفنا كل حاجه عن التمثيل بصراحه ومعانا في اي حاجه. تمام. قول لي بقى، انت بتقيم المواهب اللي معاك من ناحيه ايه؟ بالنسبه يعني بتعمل لهم تيست بقى في الاول وبتشوف؟ اكيد طبعا بشوف. اهم حاجه الموهبه مثلا ايه؟ ايوه، انا مثلا لما بيجي حد جديد الفريق بشوف هو عنده ايه الاول، يعني بشوف هو يقدم ايه. سواء في موهبه او مفيش، انا اوريدي في الحالتين هبتدي اشتغل مع الممثل. يعني لو ما عندوش موهبه اصلا هينفع؟ انا مقتنع ان التمثيل عادي، انا ممكن اتعلم تمثيل، مكانوش عاملوا له معهد، مكانوش عاملوا له كليات. بس برضو الموهبه يعني بتثقل شويه، يعني ان انا ادخل وادرس، بس برضو لما يكون عندي موهبه بتبقى ليها. ايوه طبعا دي بتفرق، بس انا في الحالتين هعرف امثل. بس طبعا الشخص مثلا اللي عنده موهبه طبعا بيبقى، ايوه طبعا بيبقى ليه اولويه وبيبقى سهل التعامل معاه وسهل ان انت تعلميه وتضيفي له حاجات كتير مثلا هو ما يعرفهاش، غير مثلا الشخص اللي مش موهوب، ده شخص بتعلميه بس. هو ممكن مع الوقت يعني يكتسب الموهبه من خبرة مثلا من الشخص اللي بيدربه، كذا دور زمايله، الأدوار اللي هيعملها مع الوقت بيجي منه. تمام. معانا زياد. عدنان. لا تمام، موجودة أهو. عرفنا بنفسك. زياد مصطفى، 19 سنة. شاركت في كم مسرحية؟ أنا شاركت في 11 مسرحية مع أستاذ مونو. 11 مسرحية؟ هي الفرقة أصلا. أنت من أوائل المؤسسين الفرقة. لا أنا من القدامى هناك. هي الفرقة أصلا عملت 11 مسرحية، أنا شاركت فيهم كلهم تقريبا، أنا الوحيد اللي شاركت مع أستاذ مونو في العدد ده كله. والله. طب إيه أكتر عمل عملته معاه وحاسس إن هو قريب ليك؟ ما هي دي قريب صعبة. ليك يعني كشخصية. ما هي دي صعبة بصراحة، لأن بقول لك عملت 11 مسرحية، بس ممكن تكون الأقرب لقلبي يعني اللي هي الأخيرة، اللي هي آخر كارت في الكوتشينة، لأن كان في رسالة معينة كنا زي نوصلها ووصلت بطريقه كويسه جدا يعني. طب هو طبعا كل الادوار ليها حالتها، بس بيكون في حاجه كده قريبه شويه ليه؟
هو في، انا عشان عملت 10 مسرحيه ففي اكتر من دور معلق مع الناس وكده، بس مثلا في دور شبه مثلا كان شخصيه اسمها سايكو، ده كان شخص مكذوب، فدي مثلا من الشخصيات اللي هي صعبه جدا لحد يعملها وكده. انا عرفت ان هي نجحت ولا لا لما لقيت الناس بعد المسرحيه بتنجيني بالاسم ده، قعدت فتره معلق مع الناس بيه. في مثلا مسرحيه احنا عملناها 3 ليالي اسمها الحكايه فيها ميديا، دي انا عملته هو كاركتر 3 مرات بس كل مره بيعلى عن التاني، فبرضه دي من الشخصيات اللي علقت معايا قوي. في مسرحيه كنت طالع مثلا بدور مكذوب، فكانت دي معلقه معايا، كانت مكذوب وشتوم مع بعض، فالفكره في الميكس ده اللي هو صعب مع بعض ان هو اوفقه واعرف اطلعه بنفس الاداء، فدي كانت حاجه صعبه برضه نعرف اجمع كل الشخصيات دي، كل شخصيه لها مختلفه عن التانيه، فدي طبعا بتحتاج شغل كتير وكده وتمارين ياما، وطبعا استاذ مانو بيساعدني في الكلام ده كله، اللي هو كل شخصيه لازم يبقى فرق عن التاني في حاجه، فدي بتحتاج مجهود يعني. جميل يا زياد، شكرا شكرا ليك. احنا دلوقتي معانا فيديو لحد كان معاك في الفريق بس هو ما جاش، صح؟ علق دلوقتي ولا بعد هو الفيديو؟ معانا الفيديو، هنطلع فاصل. طب هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. Thank you.
رجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما شفنا فيديو زياد الشناوي. تقول له ايه المفروض يكون معانا النهارده بس هو عشان ظروف ما اسمه زياد يوسف الشناوي، ممثل معانا في الفريق، عمل معانا حوالي 7 أو 8 مسرحيات. هو موهبه، ولد مجتهد جدا، هو موهوب غير ان هو اتعلم وبقى يعتبر اشطر وانجح ممثل في الفريق. فهو كان نفسه يشارك النهارده معانا في اللقاء بس هو للاسف بيقضي الخدمه العسكريه، فان شاء الله ان هو يبقى معانا المره دي، يكون معانا ان شاء الله يكون معانا المره الجايه. فحبينا نشارك بفيديو او اي حاجه يكون ظاهر ليه فيه. جميل والله، والله حاجه حلوه منك اصلا، يعني ان انت تفتكر حد مش معاك دلوقتي في الفريق بس له فيديو تطلعه لك. اكيد اكتر حد شاطر، اكتر حد مميز ما ينفعش يتنسى. عرفنا بقى المجموعه الثانيه. عبد المنعم مدير الفريق اصلا، وجنى ورحمه بيك. وفريده وبسمله وهنا. اهلا بيك ونورتونا. عبد المنعم قول لي شاركت في كم مسرحيه مع انت؟ شاركت في 9 عروض مختلفين ما بين كوميديا وتراجيدي وادوار ثانويه وادوار بطوله. انت شكلك كوميديا كوميديا خالص صح؟ انت شاطر في الكوميديا. و9 عروض الحمد لله نجحوا نجاح كويس جدا والله. والله الحمد لله. طيب قول لي الشغل مع استاذ محمود طالما انت يعني معايا على طول، ايه بس عمل ازاي؟ لا والله هو بيعامل الفريق كله ان احنا اخوات، يعني ما فيش حد اعلى من حد، يعني ولا يعني لو حد عنده مشكله ولا حاجه بيقف جنبه خارج المسرح. اصلا احنا شله صحاب بنحب بعض، بنقف جنب بعض. بس احنا واخدين الموضوع كمان هوايه مش ازاي بتجمع بقى بين ان انت مدير مع استاذ محمود وان انت ممثل، بتوافق ازاي الدنيا دي؟ والله هو كل حاجه بيبقى ليها وقتها، فبعرف افصل اكيد بين الاثنين، لان ده ليه شغل وده ليه شغل تاني خالص. فالاختلاف ده بيسهل عليا الشغل. بس نورتني. شكرا. جنى عرفي نفسك يلا. انا اسمي جنى السيد. خدي المايك. اسمي جنى السيد احمد. سني 17. اشمعنى بقى الفريق انتيكا اللي كنتي شاركتي فيه بالذات يعني؟ انا اصلا كنت بدور على مكان ابدا منه، فشفت اعلان ليهم على الفيسبوك ورحت وجربت وارتحت في المعامله مع استاذ مانو يعني. وهو غير ان هو يعني مخرج كويس فهو انسان كويس. قربي المايك شويه. بتحبي مين الممثلين ومين مثلك الاعلى؟ سعاد حسني. والله تمثلي زيها؟ انت صغنونه اصلا، صغيره على الحب كده. هي مثلك الاعلى بتحبيها؟ جدا. ماشي يا حبيبي. شكرا. شكرا ليكي. رحمه. اسمي رحمه عبد المنعم. 23 سنه. تمام. عملتي كم مسرحيه؟ 9 مسرحيات، منهم ادوار بطوله، ادوار ثانويه، وحاجات كتير مختلفه ما بين الدراما والكوميديا. ايه الدور اللي ما يعني من الادوار اللي ما كنتيش عايشاه في الحياه؟ هي الادوار كلها بصراحه كانت كويسه، وكلها كانت بتقدم رساله. زي مثلا كنت طالعه دور بنت كانت ضحيه لشاب، الشهره غيرته، اول ما اتغير عليها هي. ودور تاني كنت طالعه مديره مدرسه بس كنت ظالمه واستغلت منصبي غلط. ودور تاني كنت بقدم نصيحه للزوج الظالم اللي ظلم مراته. ودور تاني كنت بحكي قصه مسرحيه، وده من اصعب الادوار اللي انا عملتها. بس الحمد لله يعني كانت كل المسرحيات اللي احنا شاركنا فيها بنجاح الحمد لله، فضل طبعا كله بسبب استاذ مونو بعد ربنا اكيد. بس شكرا ليك. مونو هرجع لك وهسالك ازاي بتتعامل مع الاعمار السنيه في الفرقه؟ يعني لو انت عايز تطلع حد مثلا صغير في السن ممكن يبقى كبير عادي اكيد طبعا. في ناس عندها يعني خبره ان هي تقدر تعمل ده، وعندها موهبه وعندها حاجات كتير قوي يعني تساعدها ان هي تعمل ده. من ادوات اي ممثل يعني، في ممثلين معينين تقدر تعمل الحاجات دي حتى لو سنه صغير، مش مشكله بالنسبه لي. يعني شاب وممكن يعمل دور حد كبير، وبنت ممكن تعمل، وبنت تعمل دور ام مثلا وهي بنت صغيره. في هنا اصغر بنت في الفريق 14 سنه عملت دور جدا. عملت دور؟ عملت دور جدا قبل كده. والله العظيم. والله. لا هنا يعتبر يعني اشطر بنت برضو مقارنه بزياد الشناوي، فهو اشطر ولد زياد. انا ملاحظه بقى حاجه، انا ملاحظه ان انت في الفريق يعني
كلهم عاملين معاك كذا كذا دور. احنا عشان احنا فريق مش كاست مثلا بيتجمع بيعمل مسرحيه وشكرا. احنا فريق متاسس من 2021. انا ملاحظه ان هم عامل 9 ادوار واللي عامل 11 دور يعني مع بعض 11 مسرحيه يعني اتمهر. هو احنا من 2021 لحد النهارده عملنا 11 مسرحيه. حضر المسرحيه الجديده بتاعتنا ان شاء الله في شهر 1 بطوله الفنان احسان ترك. اسمها غرفه 606 من تاليفي واخراجي. فالشباب اللي شاركت في عروض كتير دي موجوده من زمان يعني. اجدد حد تقريبا موجود معانا النهارده جانا. بس في ناس بقالها سنه وناس بقالها سنه ونص وفي ناس بقالها سنتين. يعني ناس بتبقى بتخش جديد. في ناس مستمره في الفريق من زمان. فاوريدي لازم يكون شارك في مسرحيات كتير. تمام. فريده عرفينا بنفسك يا فريده. اسمي فريده محمد. عندي 14 سنه. بتحبي مين من الممثلين؟ عبلة كامل عشان هي دايما كاركتراتها متواضعة جدا وبتشبه الأم المصرية يعني. طب انتي صغنونة يعني يعني بتبقى مثلا انتي مفروض ان يكون قدوتك حد صغير كده زي كده ولا انتي؟ لا هو مش شرط. هو انا حابة الممثلة نفسها وحابة ادوارها وهي شخصية كويسة يعني. وادوارها كويسة. تمام. طيب كلميني عن دورك في اللي عملتيه وايه الرسالة منه؟ الدور كانت واحدة بنت لعبية بتضحك على أولاد الناس عشان فلوسهم. والرسالة ان ربنا ما بيرضاش بالظلم وتعمل فيا زي ما عملت بالظبط وجا في الاخر واحد ضحك عليا والفكرة ان الدنيا دان دودان. شكرا لك. بسملة. ايوه. عرفينا بنفسك. اسمي بسملة محمد. عندي 20 سنة. استفدت من المسرح؟ لا بصراحة استفدت كتير. اول حاجة استفدت ان ثقتي بنفسي زادت. استفدت ان موهبتي بقت اقوى. عرفت منه صحاب هما بجد اكتر من اخوات. لا استفدت منه كتير بصراحة كتير قوي. اداكي ثقة بنفسك جدا. لا فرق معايا جامد. طيب قولي لي اكتر دور قريب لك. كان انت دور. كم دور الاول؟ ثلاثة دور. بس اكتر دور فرق معايا اكتر يعني كان في مسرحيه ابن العمده. كان تاليف واخراج مستر محمود جمعه. عملت فيها دور ست مظلومه من جوزها يعني استحمت منه ضرب واهانه رغم ان هي كانت بتحبه جدا. وان يعني مشكلته ان هو كان عنده عقم ورغم ذلك جوز عليها وما رضتش تعرفه ان هو اللي عنده العقم علشان يعني هي بتحبه وشكله وسط البلد وكده. دارت على الموضوع. بس هنا عرفينا بنفسك. اسمي هنا محمد. عندي 14 سنة. عملتي كم مسرحية؟ عملتي دور كبير. عملت 6 مسرحيات منهم أدوار بطولة وأدوار سنوية وبطل مساعد وحاجات مختلفة كتير بين الدراما والكوميدي وحاجات تانية كتير برضه. كلمينا بقى عن الدور اللي هو الكبير ده كان ايه؟ احكيه لنا كده. طلعتي فيه ست كبيرة. اللي هو كان دور الجدة. المفروض ان انا كنت جدة ومفروض ان احفادي كانوا قاعدين حواليا وان انا بحكي لهم قصه. القصه دي بقى كانت هي بتعبر عن المسرحيه. ازاي قدمتيه وانت لسه صغنونه كده؟ ما مش عارفه بس هي يعني موهبه كده. بتوجيهات طبعا استاذ ماما. طبعا صح اكيد. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليكي. اقل حاجه عندنا. طيب قولي بقى هم اخواتك طبعا في المسرح واصحابك والكلام ده كله تشخط بقى كده زي المخرجين هبقى كداب لو قلت لا اكيد طبعا والله بس مش دايما يعني بيخافوا منك؟ مش هقول لك بيخافوا ما بيحترموني مش كان خوف لا ليه يعني يخافوا ليه؟ في احترام برضه يعني في فرق سن في ان انا مخرج مثلا بتاعهم لكن خوف لا هي ممكن تبقى احترام. انا كنت مبسوطه جدا معاكم بجد ومتشكره جدا ليكم ونورتوني والحلقه كانت صغيره علينا بس ان شاء الله في حلقات تانية كتير باذن الله. نورتوني بجد والله ونورتني. ربنا يخليك. الله يخليك. اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه تانية في سر جديد وسر السعاده. شكرا ليكم.